اليوم احنا فرحانين حيت جينا لجايتكس في المغرب. كنحضروا لجايتكس في بلايص اخرين في دبي، واليوم هذا ليفينمون هذا جا المغرب وجا لافريكا لافريقيا. هذه حاجه الواحد فرحان بها كمغربي اول شيء، وثاني شيء احنا كشركه هذه البلاتفورم هذه كنستخدموها اننا نعرضوا الخدمات ديالنا، وفي نفس الوقت نساهموا في التحول الرقمي اللي كيشاهدوا العالم في الايام هذه. هذا ليفينمون هذا مهم بزاف لانه اول مره غادي يجي لافريقيا، وافريقيا دابا من الاسواق المفتوحه على العالم. والتحول الرقمي التحول الرقمي في العالم حاجه اللي صارت ولات مهمه بزاف، وكل شيء القطاعات كيحتاجوا للتحول الرقمي وحلول وديجيتال سولوشنز. حنايا اليوم هنايا كنعرفوا الناس على الخدمه ديالنا، وكنتعرفوا اكثر على احتياجات ديال السوق في المغرب والسوق في افريقيا، ونتمنوا ان شاء الله اننا نخليوا واحد البصمه في هذا الحدث. كنقدموا خدمات متنوعه كلها في الاطار ديال الحلول الرقميه. عندنا خدمات على تحليل البيانات، عندنا خدمات على تطوير الانظمه، كنطوروا مثلا لي سيستيم، كنديروا الربط او التكامل الالكتروني اللي هو الانتيغراسيون او اللي كنسميوه بالانتجريشن. عندنا حلول اللي واجده كما كتشوفوا، عندنا حلول واجده اللي كنوفروها للكاستمرز ولا لي كليون ديالنا، كنبيعوا لهم هذه الحلول هذه. وعندنا الدراسات، كنقدموا دراسات لجميع القطاعات اللي عندها علاقه بالتحول الرقمي. كيكون مثلا القطاع فيه تحديات ولا فيه مشاكل، كنحاولوا نلقاو حلول لهذه التحديات بحلول رقميه وبالديجيتال ترانسفورميشن. المغرب احنا شايفينه يعني سوق واعد جدا. المغرب بحكم موقعها الاستراتيجي، بحكم اختلاف الثقافات واللغات في المغرب، احنا شايفين ان المغرب بوتنشال كبير. النهارده الحمد لله احنا عندنا برودكتس كتيره، وعندنا امبلمنتيشنز وبراكتسز كتيره فيما يخص التحول الرقمي. قدرنا بنجاح نتخطى التحديات المعنيه او المنوطه بالتحول الرقمي، من ناحيه فهم متطلبات سوق العمل، من ناحيه تطبيق والادوبشن او خلينا نقول التكيف مع الانظمه. طبعا دي كانت كلها تحديات كانت بتواجهنا، من ناحيه كمان الليجاسي سيستمز او البرامج السابقه والديتا اللي كانت مع البرامج السابقه اللي كانت موجوده في الجهات سواء حكوميه او جهات قطاع خاص. فكره فهم المنظومه بشكل كامل وفهم متطلبات العميل، خلينا نقول المطلوب من التشينج مانجمنت او اداره التغير من ناحيه الموظفين، من ناحيه بيئه العمل، دي حاجه من الحاجات اللي احنا قدرنا نحققها مع شركه بلاك ستون، ودي حاجه من الحاجات اللي احنا بنتميز فيها. النهارده احنا دايما فكرنا مش التكنولوجي، احنا دايما بنفكر في البيزنس في المقام الاول، ايه المتطلبات وايه الاهداف وايه المؤشرات والمعايير البيزنس او سوق العمل محتاج ينفذها، وبنطوع التكنولوجي علشان ننفذ او نحقق الاهداف دي.